صباح الخير، يعطيكم العافية. جينا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو شوي بيحكي عن العلاقات العائلية. العلاقات العائلية سواء مع زوجتك، مع آدم، مع أبنائك، مع أطفالك، مع أصدقائك، مع عائلتك، لازم يكون فيها تغيير من الروتين اللي هو بكسر العلاقات العائلية. للأسف كثير منا بتوقع أنه العلاقات العائلية لازم تستمر بالشكل الطبيعي، لكن للأسف هذا الروتين اللي هو كل يوم واحد بروح الشغل، بيرجع بينام في الدار، بيحكي مع أولاده، بيطلع التلفزيون، مرته بتطبخ الطبيخ، بتطلع السوق يعني، أو بتروح على شغلها. هذه العلاقات العائلية دائما بتتوتر بعد سنوات وانت ما بتشعر فيها. هي زي البالون، اسمه بالون افكس. هذا البالون بضل ينفخ 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 ينفخ، اخر شيء بينفجر. لما ينفجر بتصير المشكله. للاسف ما حدا بينتبه على هاي المشكله قبل ما ينفجر هذا البالون. فعشان هيك لازم احنا نعمل تغيير في العلاقات العائليه، تغيير الروتين، كسر الروتين. يا اخي انت وراجع على الدار، جيب ورده لمرتك، جيب علبه بسكوت لابنك، جيب له نينتندو مثلا، يعني عادي، يعني مش مشكله، صح ولا لا؟ صح. فلازم تكسر العلاقات العائليه، العلاقات الروتين، العلاقات العائليه بشغله جديده. بلاش تطلعوا كل مره على مطعم ولا عمول، اطلعوا بس قصدروا على مثلا باحد هالشوارع، اطلع مثلا انت وابنك خده سبيشالي على موفي. بس مش ممكن انت اذا انت بتروح دائما على موفي تاخذه على موفي، ما انت ما كسرت الروتين. فهو كسر الروتين هو اللي بجدد في العلاقات العائلية. يعطيكم العافية، وإن شاء الله دائما علاقاتكم العائلية تكون بألف صحة وسعادة. نراكم.